سلام متتبعي متتبعات شانيل الفاسية، مرحبا بكم معايا في هذا لا فيديو جديد. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير وبخير؟ كي دايرين مع هذا لا روتين جديد ديال الدار؟ اي والله صوب ما عنده شي تصويبات، الخير ان شاء الله يا ربي. جيتكم هذا النهار بفيديو جديد، فيديو ديال اومليت بالخضيره. اومليت كتجي كتحمق وبنينه بزاف، واكيد نتوما اذكياء تبارك الله، وانا كنوريكم، ولكن نتوما تقدروا تزيدوا في كل جوا اللي بغيتوا اللي عندكم في الدار. انا نوريكم لي زيتاب وانتوما غتزيدوا الشيء اللي عندكم في الدار. خليكم تبعين معايا خطوه بخطوه باش ان شاء الله تنجح لكم هذا الاومليت اللذيذه بزاف. وكان بغي نقول لي اول مره غيشوف هذه القناه ديالي، مرحبا بك والف مرحبا بك في شانيل الفاسيه. ما تنساوش ديروا ابوني ودقوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي. صافي هكا كنقيو البطاطا ديالنا عادي كيف ما فين كنقيوها. خديت 3 ديال البطاطات لهذا الحساب اللي غادي ندير، وكنقطعهم بحال هكا بشكل شكل مربعات. ها انتم غادي تشوفوا ثمن 3 ديال البطاطات شحال دارت لي. قطعوها على قياس واحد، ما تكونش غليظه بزاف، يكونوا رقاق. ها انتم كتشوفوا هذا هو قياس ديال 3 ديال البطاطات اللي جاني. ودابا غادي نمشي ندير هاد التقله. هذه هي البطاطا ديالي، مازال هنا ما تقلات، غير كتقطر مليحه. والحشوه ديالنا اللي هي الفلفله الخضراء والبصله والفلفله الحمراء مع شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، 6 ديال البيضات الا كانوا 8 احسن، كل ما كان البيض باش كتجمعها. وكندهنوا المول ديالنا اللي كندخلوا للفران بزبيده. كناخدو 6 البيضات ديالنا كنغسلوه بعدا قبل، ضروري ضروري. دابا اصلا كلشي خاصو يتغسل، اي حاجه اي حاجه جاتنا من برا خاصها تغسل مزيان 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 على حقو وطريقو. ما تنساوش هاد القضيه عافاكم. ونزيدها شويه ديال الابزار، هانتوما تشوفوا شحال، شويه ديال الملوين ديال الزعفران، شويه ماشي بزاف، وشويه ديال المليحه، غير شويه ماشي بزاف، حيت درنا الملحه في البطاطا، الملحه في الحشوه. راكم شفتوا الحشوه سهله، هذيك فيها غير كي قلت لكم بصيله وفلفله خضراء وفلفله حمراء، ولا كانت حتى فلفله صفراء. وانا قلت لكم في الاول نتوما اذكياء وغادي تجتهدوا تبارك الله، اللي عندكم كله غديروه، يعني الحشوه حسب اختيار. هذه الفريت كتقلى، اللي بغى يسلق الاختيار تيرجع ليكم. كناخذوا داك البطاطا اللي قلينا كنزيدوها مع البيض اللي طربنا مزيان، داك 6 البيضات مع شويه ديال الابزار كي قلت لكم، شويه ديال الملح وشويه ديال الزعفران، كنخلطوهم بعدا مزيان. كنزيدو فوق منهم الحشوه ديالنا، اللي عنده الطون يزيدو، اللي عنده الحوت يزيدو، اللي عنده لانشون يزيدو، الفلفل سمحوا لي فلفله القرعه خيزو الفرماج الاحمر، هادي راه كيكون فيها الفرماج الاحمر. انا التلالي كيدار دابا الفرماج الاحمر، انا ما بقاليش، وكيدار فاش كنبغيو نديروها في الفران من الفوق، كتزيد لدا ولدا. انا ما عنديش دابا، الوغ غنقضيها بالخضيره اللي عندي والبطاطا. كتخلطو مزيان،
كل شيء كيندمج مع بعضياته، وكنديروها في المول ديالنا اللي ندخلو الفران اللي دهناه بالزبدة. كنفرشو داك الحشوة ديالنا كاملة على المول. دابا كي خاص يتزاد الفرماج، انا ما بقاليش الفرماج، وكندخلوها للفرن طيب على خاطرها، راه كلشي طايب باش البيض كيتجمع وصافي. وها هي وجدات الاومليت ديالنا اللي بالخضيره، سميوها كيما بغيتو تسميوها، جات غزاله ولذيذه. عاد كون كان الفرماج كون كتر وكتر، الوغ اللي عنده الفرماج ما ينساش، جات تبارك الله كتشهي، وياكلوها لكم الوليدات الصغار والكبار، راه كتجي بنينه بزاف، ما يقول لكمش لا. هانتوما شوفوا كي كتجي، انا قسمت لكم طريف بصحتكم وراحتكم، واللي تهاها حقكم في الجنه يا ربي. كنشكركم بزاف للتتبع ديالكم لا فيديو ديالي حتى التالي، لهلا خطاكم عليا كاملين. وما ننساش باش نوصيكم اللي ما دايرش ابوني يديرها، باش يبقى يوصلكم ان شاء الله لي فيديو ديالي جداد. ولهلا خطاكم عليا كاملين، كنتمنى تنوضوا وديروها. البطيطه موجوده، الخضيره موجوده، الحمد لله، نوضوا وديروها، راه كتصلاح العشاء والوجبات الخفيفه والسريعه، وكتوجد دغيا دغيا. بصحتكم وراحتكم، واللي شهيتو يسمح لي حقكم في الجنه.